مش يساعدنا نحن كفنانين نعرف أوكي. نسوق اغانينا. انت لما بتعمل تسويق بيبقى عندك حاجات اهم مساعداك ان انت تعمل تسويق ده. انا بقصه التسويق ما بوافق الكاشي لانه عم نعرف نسوق بعد، عم نعرف نسوق حالنا للعالم. يس. بس نحن عملنا اللي علينا، بس هو بخمس ايام قدرنا نطلع بولفار مواهب من 250 الف ل 300 وشوي. يس بالضبط في اسبوع. لازم هكاك، لازم افكار متعدده، لازم كل واحد يجيب فكره مش نحن نجمو ندخلوا ترند، مش نجمو كان 10 مشتركين يفشلوا مع بعضهم تسمي كل فاشلين ينجحوا زوزي يهزوا كل مشتركين يعني. فانا شايف انه احنا الاسبوع ده لو شدينا حيلنا مظبوط ما حنحتاج جوله كامله اساسا. اسبوع اسبوعين وحنا حنكون وصلنا 500,000 وجايبين باذن الله الفيريفيكيشن. بس نحتاج افكار. انا اللي عندي فكره، مش نحن عندنا ديوات وتريوات؟ يس. ليش ما نعملوش انونسمون على البولفار؟ عزيز حلوه الفكره، حلوه ان احنا نطلع افكارنا كلها ونحطها في البوليفارد. الله حلوه الحركه. نعملوا فيديو ونعملوا ريل. في فكره اول قالت لي عليها جوري وقت لما كنا عاملين الديوات اللي في الماضي فاكرين، ورتني هي بس اتوقع احنا نقدر نستفيد منها. ايوه مره حلوه الفكره، زي كذا توقفوا كل تريو يوقف قدام مايك. اوكي. طبعا اللي حيصور في بدايه الفيديو مثلا يبي يسوي اي حركه عادي بعدين ينط يقوم يجي التريو اللي بعده. فهمتوا؟ حلوه حلوه قوي. هذه مره حلوه. حبيت صراحه الافكار اللي طلعنا بيهم ياسر محلاها، خاصه ان قعدنا نخمو فيهم ونتصور انه باش يجيبوا فيوز على الاكونت نتاع بوليفارد مواهب وباش نوصلوا للعدد المطلوب. شكون نحتاجو؟ شتون نحتاجو فريق الفريق السوشيال ميديا نتاع بوليفارد مواهب باش يساعدونا نصور الفيديو. وعايزين مايك مع ستاند وعايزين مايكروفون طبيعي. علاش ما نستغلوش الموارد اللي متوفر عندنا في برنامج بوليفارد مواهب ونمشيو نعيطوا الفريق ديال السوشيال ميديا. زي كذا توقفوا قدام مايك. اوكي. بعدين ينط يجي تريو اللي بعده. نحتاجو فريق السوشيال ميديا نتاع بوليفارد مواهب باش يساعدونا نصور الفيديو. واو حلو قوي. الله شكرا. يا اهلا يا اهلا وسهلا. جيتوا للانقاذ. شو قررت رح تعملوا بفكره الديو؟ عنا فكرتين. الديو كما قال فادي فما تشالنج على تيك توك مثلا ناخذوا حاجه ونعطيوها للديو اللي بعده. مثلا احنا قلنا مايك ميكروفون مثل المايك اللي قالوا لي تعجبه. اوكي. مايك مثلا نعطيه وكل واحد يصور في مكان يعني. وفما فكره فكره الثريو ثلاث اشخاص واقفين وفي مايك قدامهم كل واحد ماسك المايك بستاند يقول مثلا مقطع من اغنيه ثلاث ثواني كذا كل واحد يعطي المايك للثاني بعدين ينقزوا ويجي الثريو اللي بعده. خلاص احنا مقررين انه ممكن كل واحد يروح مكان. اوكي. ففي مثلا احنا وهيثم في الفيديو تبع ديوز نكون عاملينه مثلا انا وقت في الغرفه الثانيه تبع الجامع. اوكي. هيثم بتكون مثلا عم بدق على شيء صح واحنا معاه وهيك جنبه وكل واحد يعني يختار له زاويه ويروح يعملها. اوكي سو بدك كل واحد يقوم لمحله. ايه